السلام عليكم، أنا الطالبة فاطمة محمد الغنام من مدارس الأنجال الأهلية في الأحساء. انضممت لموهبة من الصف الثالث ابتدائي بدعم من والدتي ابتسام العفالق، وهي مديرة مدارس، فهي حفزتني ودعمتني في الدخول في برامج موهبة. ومن خلال تدريب موهبة ودعمهم التام، هذا الشيء أشعل فيني الاهتمام والمحبة للرياضيات، فذلك ألهمني إلى الدخول إلى مشاركة مسابقة الكنغارو للرياضيات لثلاث سنوات متواصلة، ولله الحمد فيها حققت ميداليتين فضية وميدالية برونزية أيضا ولله الحمد. شغفي في الرياضيات بعد ذلك وظفته في مجالات أخرى مثل البحث العلمي، وأنا الآن أعمل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في بحث في السايبر سيكوريتي، وهو شيء يوظف الرياضيات والبرمجيات في حد واحد. ولله الحمد أشكر موهبة وأشكر أهلي لدعمي في هذا المجال، وأتمنى أن أستمر في مجال البحث. شكراً.